إليكم هذا الكنز يا شباب، كنز يعمل بذكاء الاصطناعي، أداة جديدة اسمها سولار زيرو 70B، تمت إضافتها على الموقع اللي دايما بتكلم عنه ودايما برشحه ليكم بقوة، هذه المنصة المجانية اللي اسمها بو. طبعا بقى عندهم دلوقتي حاجات مدفوعة لكن ملناش دعوة بيها، ما زال كل شيء شغال زي الفل ببلاش. هذه هي الأداة وبيقولوا عليها بوت، وهي موجودة طبعا على الموقع او المنصة المشهورة هاجينج فيس، وهذا هو الرابط، ده كان الاعلان عنها. سولر انيو بوت كرييتد باي ابستيج، هي دي، هم بيقولوا ان ده ناو افيلبل اون بو. من يوم ما بدأ حتى هذه اللحظة 10,000 بلس داونلودز لاست مانث. ايه اللي بيميز هذه الاداة؟ الحمد لله دلوقتي بقى عندنا عدد لا بأس به من البوتس موجودة على بو. في وقت عايز تعرفها تعال هنا على يور بوتس او اضغط على اكسبلور، هتلاقي حتى هنا بالترتيب. طبعا هنا الترتيب على حسب عدد المتابعين، اكتر حاجة هي اسيستنت. انزل بقى تحت كده شويتين، هذه هي الاداة سولر، هي دي اللي انا بكلمكم عنها. ايه اللي بيميزها في رأيي؟ موضوع بقى تلخيص الاوراق البحثية او اي يعني ملف عندك موجود على الكمبيوتر بتاعك بصيغة PDF، ارفعه وشوف هيلخص لك ازاي. قلت له كان يسامرايز، تقدر تلخص اي ورقة بحثية؟ قال لي طبعا يس اي كان سامرايز ريسيرش بيبرز. بيقول لي جست بروفايد مي، اديني الحاجة وشوف انا هعمل ايه. عايز اشوفه برضو هتجاوب معي بالعربي ولا لا. هل تستطيع تلخيص اي ورقة بحثية؟ قال لي نعم انا استطيع. انا جيت هنا كالعادة على الموقع الرائع اسمه core.ac.uk، ده اي طالب دراسات عليا لازم يا شباب يكون عارف هذا الموقع. طبعا كتبت له في السيرش ان انا عايز ورقة بحثية عن استخدام التكنولوجيا في صفوف اللغات، وجاب لي اكتر من نتيجة. انا اخترت هذا البحث Integrating Technology into ELT Curriculum، يعني بحث محترم حقيقة. أنا اطلعت عليه قبل ما صور هذا الفيديو، عملت له داونلود. أجي بقى قدامكم وارفع هذا الملف، وهذا هو الملف، وهقول له هنا إيه، قم بتلخيص. أنا كتبت له بالعربي بس مش عارف هل هيلخص بالعربي لأن البحث بالإنجليزي مش بالعربي. تعالوا نشوف. يا عيني ده بيديني التلخيص باللغة العربية لبحث موجود، لبحث مكتوب باللغة الإنجليزية. لا بقى حاجة روعة، لازم تعترفوا ان ده شيء جميل. بعد ما يخلص هسأله بالإنجليزي علشان اشوف بقى، عشان اشوف الملخص هيكون شكله ايه ايضا باللغة الإنجليزية. اذا هذا هو التلخيص، وبعد كده بقى بيدي لك مجموعة من الأسئلة للمتابعة واللي المفروض كلها لها علاقة بالبحث. انا هنا بكتب له provide me with the main points of this research paper، اديني اهم النقاط لهذه الورقة البحثية. شوفوا بقى انطلق بالانجليزي، يا سلام. اذا هذا هو يا شباب، شيروا الكلام ده بقى مع اصحابكم، عرفوهم ان في موقع رائع انز بمعنى الكلمة اسمه poe.com، مفيش اسهل من كده. الاداة اللي اتكلمنا عنها النهاردة هي دي، اسمها سولر. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.